السلام عليكم عزيزي المشاهد الكريم. هذه حلقة جميلة وبسيطة ومفيدة، وهي تتعلق عن مكائن السنجر. في السنة الماضية قمت بتقديم 3 حلقات حول هذه الماكينة، ونظرا لطلبات بعض المشاهدين قمت بعرض الحلقة الأولى والثانية ودمجها مع بعض لكي أوضح إلى المشاهد الكريم ما هي هذه الماكينة، وأيضا لكي أوضح لبعض الناس لماذا تم الضحك على كثير من هؤلاء الأشخاص الذين يظنون بأن هذه الماكينة تحوي على أشياء مهمة وثمينة. وإذا أراد المشاهد الكريم أن يرى التجربة كاملة عن طريق الفحص بطريق البوصلة، فأرجو أن يشاهد الرابط أسفل الصفحة لكي يأخذ فكرة، لكي ننقذ كثير من الناس مما هم يتوهمونه. إضافة إلى أنه كيف نستطيع أن نستفاد من ماكينة سنجر أو المكائن الأخرى بطريقة بسيطة وجميلة إذا كانت هذه الماكينة لا تعمل. أرجو أن هذه الفكرة البسيطة وإن شاء الله تكون جميلة تنال رضاكم، ولا تنسوا أن تروا الرابط أسفل الشاشة والذي يحمل عنوان ماكينة سنجر ولعنة الفراعنة. ملاحظة مهمة إلى المشاهد الكريم، هذه الحلقة قد تم تسجيلها وعرضها قبل أكثر من سنة، فأنا أعتذر من ناحية الصوت لأن هناك كانت عملية إنشاء وإعمار ليس بعيدة عن مكتب العمل. وأخيرا وليس آخرا، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم عزيزي المشاهد. هاي ماكينة سنجر اللي احكينا عليها سابقا. أنا طبعا طلعتها من الصندوق مالتها، لأن الصندوق حنستفاد من عنده لأشياء ثانية جميلة إن شاء الله تعجبكم الفكرة. اللي سويته انه فحصت الموتور مالتها، الموتور مالتها خربان والضوء مالتها يشتغل. الجميل في الامر انه الكتالوج الاصلي مال الماكينه كان ويا الماكينه. الماكينه ما كلفتني اكثر من 12 دولار، اشتريتها كلها من المدينه اللي انا ساكن بيها. بس حتى أروي لكم أنه الجميل في الأمر هذا الكتالوج يراوي بأنه تحديدا هاي الماكينة الرقم عليها والرقم على الكتالوج أنه مصنوعة 1929، وهذا الكتالوج يعني بتفصيل، تفضلوا أخوان، بتفصيل يعني تفصيل عن جميع الأدوات أو جميع الأجزاء عفوا الموجودة داخل الماكينة اللي تتحرك وشلون الاعتناء بها. ما مذكر نهائيا على اي شيء، على زئبق احمر او على مواد لها تاثير على الذبذبات مال التليفون. وهذا اقدر انا اي واحد يريد من عندي اسوي له نسخه، لان هذا الكتالوج الاصلي وبعده محافظ على يعني شكله 1929. هاي تصنيفها 66، الكتالوج باللغة الدنماركية، وصادرة الماكينة مصنعة شهر الثالث 1929. زين، يعني اي واحد على الانترنت يكتب سنجر كلاس 66 1929 حشوف هالنوعيات. طبعا قالوا هو اكو بعض النوعيات هي الماكينه ماكينه نفس الشيء. انا بس حبيت انور الناس حتى لا ينضحك عليهم باشياء خرافيه. الماكينه بحاله جيده ميكانيكيا، وهاي الاجزاء الداخليه اخواني عندنا هذا الاكسل، هذا الداخل اكسل المتحرك، هذا متحرك، جميع الاجزاء هذه متحركه. يعني يقول لك بس واحد الاجزاء المتحركه يجب ان هو واحد يحط لها دهن حتى ان تكون دائما باستمرار. القطعه اني صراحه نظفتها وما زالت محافظه على شكل القطعه من الحديد المصبوب، الهيكل مالتها
الباقي الأجزاء تركيب. طيب هسه احنا شو نريد نسوي؟ شو نستفاد من هاي الماكينة؟ هاي الماكينة إذا واحد عنده مكان للديكورات، يعني محل خياطة، أكثر شيء محلات الخياطة القديمة عندهم الديكورات يزينون بها المحلات، تعتبر كقطعة قديمة جميلة. أما إذا كلش خربانة كلش تلفانة، فواحد يقدر يستعمل أجزاء ميكانيكية منها لأشياء أخرى. الجميل في الأمر أنه، حتى بس انوه، هذا المغناطيس طبعا انا قربت، اكو بعضهم باليوتيوب همين يحطون يقول لك الذهب يعني يكون قريب لانه الزئبق، طبعا هو الزئبق ماده مصفيه للذهب، يعني خامانه الذهب لما يلقوها بالشلالات او بالانهر او يعني داخل الجبال او ما شابهها، تكون مع مواد اخرى، فيحطون الزئبق، الزئبق يقدر يفصل الذهب عن الأجزاء الأخرى، فحيصير كتلة واحدة، بعدين بعملية أخرى يبخرون الزئبق فيطلعون الذهب. أما من ناحية إذا قرب التليفون، هذا التليفون هي تبي إنترنت، كل شيء ما في الإنترنت لا يصير ذبذبة، لكنه أنا أقول لكم بما أنه حديث فهو قابل للتمغنط، وهذا مغناطيس بيدي. إذا هذا شوفوا الدرنفيس، لان يعني انا وخرت مغناطيس صغير، بس هل هو هذا كله قابل يعني انه هو مغناطيس؟ لا، بس هذا عن طريق الحث، لانه يمر تيار كهربائي بالمطار وبالضوء وعلى مر السنين، فعن طريق الحث تكون المواد ممغنطه، فاحتمال انه حتى المغناطيس مالتي لو قرب على التليفون ما حيصير بيها بالشبكه، ما حيصير شيء، اي شيء بالشبكه مال الانترنت. فماكو لا زئبق احمر ولا بطيخ. انا قلت لكم اياها بيش سعرها اللي اشتريته، مو حتى اقول لكم انه، مو بس حتى انا اقول لكم انه ما بي هذا الشيء، انما اقول لكم شلون واحد يستفاد من الاشياء اللي عنده. هسه اني الصندوق مالتها بحلقه اخرى حطيته، شلون واحد يسوي من عنده صينيه جميله مال شاي، او يعني صندوق صغير لحفظ الخبز او الكعك او البسكويت. الاجزاء هاي مثل ما قلت اذا كانت خربانه وكل شيء، واحد ما يريدها نهائيا وما عنده مكان يحتفظ بها، بيها اشياء جميله جدا جدا. هاي نظيفه جدا ويعني منقوشه نقش جميل، مجرد واحد يفكها بيها ثقب من هنا، يعملها سلسله مال مفتاح او سلسله يعلقها بالبيت. هناك اشياء جميله جدا، هاي ممكن تكون مال مفتاح مثقوبه واحد يفتحها، واما الاجزاء الميكانيكيه الاخرى اللي عنده يعني خبره شوي بالميكانيك ويحب يفسخ شلون الماكينه هاي تركبت او شنو هاي الاجزاء، فممكن يستفاد من عدها مثل ما اراويكم ان شاء الله بحلقات اخرى. وهسه انا من حط لكم يعني فيديو صغير اراويكم انه بيشهد من هذن انباعت بالانترنت، ما تتجاوز اكو بعضهم ما يتجاوز يعني 20 دولار 50 دولار. اما الغاليه من عندهن اذا كانت من سنه 1800 ل 1800، مو لانه بها اشياء، لا لانه ارتيفاكت، يعني تعتبر تحفه ميكانيكيه جميله. الماكينه عمرها اكثر من 140 سنه وتشتغل ونظيفه، مو اقصد هاي، انما اقصد اللي كانت موجوده، تابعت حركه مال الانترنت وشفت انه ببعض المزادات وصلت انه الحوالي الالف دولار، بس مو لانه بها اشياء، لا لانه ارتيفاكت جميلة قديمة عمرها اكثر من 140 سنة 150 سنة وانباعت. اما اغلبيتها بصورة عامة ما تتجاوز ال 50 دولار 60 دولار 100 دولار الى اخره. يلا ان شاء الله عجبكم هذا الفيلم، وشوفونا في حلقات اخرى. شوفوا الجزء الثاني اللي انا سويت من عنده الصندوق، شلون واحد يعمله كصينيه مال شاي او صندوق لحفظ السلام عليكم عزيزي المشاهد. هاي مثلا هنا احد المواقع حاطين ماكينه سينجر يدويه مع اجزائها، ومكتوب انه الماكينه تشتغل ما بها فد شيء، سعرها 275 كرونه، اي ما يعادل تقريبا 35 يورو. طبعا اكو صفحات هوايه يعني بهذا الموضوع. عموما لو كان، يمكن انا حتى هذا اللي الخبر ده اقوله، يمكن
مو جديد على كثير من الناس، بس حبيت أن أوضح أنه هاي الماكينة عادية ما بها أي شيء مثل ما ذكر. بس المهم الغرض من هاي الحلقة ماتي أنه شلون واحد يستفاد من الأشياء المكسورة عنده، شلون يستفاد من الأشياء الميكانيكية. فبما أنه بصت فحصلت أنا هاي الماكينة، قلت أنه أذكر هذا الموضوع. عموما ماكينة عادية ما بها أي شيء. لطيف بالأمر أنه المكاين القديمة اللي صنعت 1860 إذا كانت بحالة جيدة، حالة ممتازة، تعتبر نوع من الارتفكت، يعني نوع من الأشياء القديمة، فتباع يعني بمبلغ، ويعني أقصى شيء وصل سعرها يعني ما تتجاوز تقريبا $1000. أنا أحكي مكاين سنة 1860 1850 1860 نعم، وفما فوق شوية. عموما موضوعي هو أنه شلون واحد يستفاد من الأشياء اللي يريد يذبها. أنا بصت فحصلت هاي الماكينة، شفت الغطاء مالتها جدا جميل، فقلنا نستثمره لأشياء جميلة. حبيت أن أشوف أنه إذا كان الموتور اللي أنا اشتريته مع الأسف الموتور ما يشتغل، لكنه هناك أجزاء جميلة، هناك أجزاء جميلة بهاي مثل الماكينة واحد يستفاد من عنده، مثل هاي القطعة اللي جميلة انه محافظة على رونقها، مثل هاي اللي عندي اللي حراولكم اياها بالفيلم من 1929، جميلة جدا، ممكن وهي نظيفة، ممكن واحد ومنقوشة، ممكن واحد ينظفها، يعملها سلسلة من المفتاح، يعملها سلسلة نوع من الاكسسوار او المجوهرات او ما شابهها. المهم واحد يقدر يستفاد من هواي اشياء. الموتور اذا كان يشتغل يمكن واحد يقدر يستثمره لاشياء اخرى. المهم عزيزي المشاهد، اني حعوفكم تتونسون بهاي الحلقة الاولى، وان شاء الله بالحلقة الثانية تشوفون شلون سويت الصندوق بشكل جدا بسيط انه ينال رضاكم. شوفوا اخوان، حتى هاي استعملتها اني كمسند للملعقة، وممكن انه الصندوق يغلق، واذا كان عندكم ضيوف بالحديقة خارج الحديقة وتصبون القهوة او الشاي، كونوا على ثقة انه الشاي والقهوة اذا حطيتوه بهذا الصندوق ونزلتوه طابقيا الى الحديقة نهائيا ما حتنشب القهوة. انا شخصيا جربتها وجدا جميلة، يعني مثل ما تشوفون وتحطون تخبغوها مثل المعتاد وتقفلون عليها من هنا بها طباقة، فالفكرة جميلة لطيفة. وهاي العلبة بعد ما تلمعت، وممكن تتلمع أكثر، بس أنا حبيت اختصارا للوقت أنه أراويكم إياها. أما من ناحية الماكينة، فالماكينة سوينا عليها تسأل، الماتور محروق مع الأسف، لكنه بها أدوات ممكن واحد يستفاد من عندها، وممكن يستفاد من الأجزاء الداخلية. أما العلبة الخارجية فمثل ما تشوفون. إن شاء الله عجبتكم الفكرة، إن شاء الله أنه قد استمتعتم بهذا البرنامج اللي يحوي على فكرة ممكن واحد يسويها ويستغلها إذا كان عنده وقت وإذا كان عنده الأدوات الممكنة. شغلة بسيطة واحد يقدر يسويها من الصندوق مال ماكينة الخياطة مال سينجر. إن شاء الله هاي الفكرة البسيطة تلهمكم إلى أشياء أخرى بيها منفعة لكم. إن شاء الله عجبتكم الفكرة، ونشوفونا بحلقة ثانية إن شاء الله. مع تحياتي حيدر خيري.